استعراضا فنيا لتشكيلاتها التي تجولت في شوارع عدد من مناطق المدينة. وقدم منتسبو مديرية الدفاع المدني خلال الاستعراض ورودا للمواطنين تعبيرا عن تواصل الرسالة الإنسانية لعمل مديرية الدفاع المدني. وقال العميد مقداد صالح مدير الدفاع المدني في كركوك في تصريح لمراسل فضائية كركوك إن عمل مديريته بحاجة إلى تطوير وزيادة مفارز الإطفاء ونشرها في مختلف مناطق كركوك. فارس الماجد والتفاصيل. احتفلت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بتنظيم استعراض فني لتشكيلات المديرية وآلياتها التي تجولت مزينة بالشعارات الإنسانية لرجال الدفاع المدني. بمناسبة يوم الدفاع المدني العالمي نهنئ كافة شعب العراق وكافة أهالي كركوك، ونتمنى لهم الخير والسعادة، وإن شاء الله نحن مستعدين لكافة الكارثات اللي يصدر يعني من هذه المحافظة، وإحنا مستعدين ليل ونهار لخدمة هذا الشعب. المواطنون أشادوا بدور رجال الدفاع المدني والتفاني الحقيقي في عملهم حيث حماية أرواح المواطنين من مختلف الأحداث. أهنئكم بهذه المناسبة، مناسبة تأسيس هذه المؤسسة أو هذه الدائرة الكريمة المفيدة جدا. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله دائما يعود عليكم سنوات قادمة مثل هذه المناسبة بالخير. ضروري جدا أنه كل منطقة، هذه المنطقة بها فد مكانين مقرين ثلاثة، وذيك المنطقة هكذا رحمة وتسعين كذلك طريق بغداد. الله يقدمين كل الخدمات وبارك الله بهم، هم مدين صورتهم واجبهم صورة جيدة، وأني مرة من مرات جربتهم يعني خلال ثلاث دقائق وصلوا مكان الحادث كان به حريق، وخابرتهم عن طريق التليفون على 115 خلال ثلاث دقائق وصلوا المكان وبارك الله بهم ونشكرهم. اعتمدت الجمعية العامة التاسعة في المنظمة الدولية للحماية المدنية في 18 ديسمبر عام 1990 مقر المركز الدولي للمؤتمرات في جنيف تحديد الأول من شهر مارس من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المعرف بالدفاع المدني تثمينا وتقديرا للجهود الإنسانية التي يبذلونها. فارس الماجد، فضائية كركوك. أعرب مواطنون من محافظات وسط وجنوب العراق عن سرورهم البالغ لحالة الأمان والاستقرار.